المحاضرة هي بعنوان الاعتمادية الأكاديمية لكليات التربية في العراق الواقع والتحديات. سنتطرق إلى تمهيد الدخول إلى الموضوع، ثم ماذا نعني بمفهوم الاعتماد الأكاديمي باعتبار أن هذا المصطلح هو الآن مصطلح حديث الساعة والكلام كثير حول هذا المصطلح، ومعظم الجامعات وحتى بعض الكليات تتجه للحصول على الاعتماد الأكاديمي. ما علاقة الجودة بالاعتماد الأكاديمي؟ ما هي أنواع الاعتماد الأكاديمي ممكن أن تتحقق في الجامعة؟ ما هي التجارب الدولية في الاعتماد الأكاديمي في كليات التربية؟ وما هي أهم المنظمات الدولية المانحة للاعتماد؟ وإذا ما أرادت كلية مثل كليتنا كلية التربية أو حتى كلية التربية البنات الحصول عليه، كيف تحصل عليه؟ ومن ثم سوف يكون الختام بالاستنتاجات. بالبداية بلا شك أن كلية التربية هي واحدة من أهم كليات الجامعة في أي جامعة في أي بلد معين، باعتبار أن هذه الكلية تعد كوادر سوف يكونوا مدرسين في مرحلة التعليم الثانوي. وتعلمون حضراتكم أن التعليم الثانوي يعتبر هو التعليم الابتدائي الأساس إلى الكوادر المهنية المتخصصة في كافة المجالات. ايضا تتوجه او تتولى العنايه في تاسيس كليات التربيه، مثلا حينما ننظر الى بدايه تاسيس التعليم العالي في العراق نجد انه اللطيف او الملفت للنظر ان اول كليه تاسست هي كليه القانون، وكانت باسم عنوان مدرسه الحقوق في 1908، وتلاها في 1923 تاسيس دار المعلمين العاليه التي فيما بعد كانت هي كليه التربيه، ومن ثم تاسست كلية الطب في 1927 حينما أسسها طبيب الملك فيصل سندرسون، ومن ثم تأسست كلية الصيدلة في 39 وكلية الهندسة في 42 وكلية الآداب والعلوم في 49، وجميع هذه الكليات كانت النواة إلى تأسيس أول جامعة عراقية ألا وهي جامعة بغداد. فالملفت للنظر أن من أوائل الكليات التي تأسست هي كلية التربية باعتبار أنها واحدة من الكليات الهامة التي ترفد قطاعات المجتمع بالكوادر التعليمية، ودار المعلمين العالية تفتخر بأنه تخرج منها مجموعة من العلماء ومجموعة من الأدباء مثل المرحوم الدكتور حسين علي محفوظ، كذلك السياب، كذلك نازك الملائكة وغيرهم من الأسماء اللامعة. رغم أن كلية التربية واحدة من الكليات الهامة في أي جامعة، إلا أن معظم كليات التربية في العراق تعاني مشكلات عديدة. سنتطرق إلى أهم المشكلات. مثلاً واحدة من المشكلات التي تواجه كليات التربية بأنه ازدياد أعداد الطلبة المقبولين سنوياً. الكلية حينما تطالب بخطتها السنوية تعطي أرقاماً، مثلاً لكل قسم 50 طالب، نتفاجئ حينما يأتي القبول المركزي تكون الأعداد جداً مضاعفة، بل أحياناً قد تصل حتى إلى 3 أضعاف. إحنا في كليتنا قبل 4 سنوات عندنا قسم علم القرآن كان عدد الطلبة المقبولين به يتجاوز حتى 200 طالب، رغم أنه كانت الخطة مالت القسم هي 50 طالبا فقط. كذلك ضعف التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي، تدني المستوى العلمي لبعض الطلبة ما أقول كلهم رغم أنه قد يكون معدلاتهم مرتفعة، عدم تحديث تطوير البرامج الموجودة، الاهتمام بالجانب الكمي ليس على الجانب النوعي، وإنما صار الاهتمام فقط على الجانب الكمي. وعندنا مشكلة الآن بدأت تظهر أنه الخريجين مال الكليات التربية لا يجدون فرصهم في الحصول على التعيينات، رغم أنه بدأ الآن أكو عندنا قطاع تعليم أهلي، لكن في التعليم الحكومي أو في التعيينات الحكومية ما يحصلون فرصتهم. هذا أيضا بدأ يسبب عزوف بعض الطلبة عن التسجيل في كليات التربية أو حتى في القبول في بعض الأقسام. أكو عندنا بعض الأقسام مثل قسم التاريخ، مثل قسم الجغرافيا، أقسام حتى علمية مثل قسم علوم الحياة الآن بدأ أيضا عزوف للتسجيل به باعتبار أنه ما يلقى الطالب الخريج فرصته بالتعيين. وواحدة من هذه التحديات والمشكلات أنه كيف في خضم هذه جميعها أن نحصل على الاعتماد الأكاديمي. ماذا نعني بالاعتماد الأكاديمي؟ الاعتماد الأكاديمي أو كلمة الاعتماد في اللغة تعني الثقة بالشيء، أعتمد على شيء معين معناته أثق به. ماذا نعني بالتعريف الاصطلاحي؟ التعريف الاصطلاحي للاعتماد الأكاديمي هو حصول مؤسسة معينة على اعتراف من هيئة مستقلة، هذه الهيئة المستقلة تؤيد أو تؤكد بأن البرامج التي تقوم بها
هذه المؤسسة التعليمية هي تراعي وتتناسب مع الأهداف وتطلعات المجتمع. هل توجد علاقة بين الجودة والاعتماد الأكاديمي؟ احنا تقريبا منذ ما بعد السقوط، يعني تقريبا الجامعات العراقية بعدين 2003 لحد الآن، بدأ عندنا مصطلح الجودة والجودة الشاملة والاعتمادية والتصنيف وكيف ندخل إلى التصانيف العالمية وحتى التصانيف الوطنية، فصار عندنا كلام كثير في هذا الموضوع. ما علاقة الجودة بالاعتماد الأكاديمي؟ الجودة هي عملية تقييم داخلي إلى المؤسسة التعليمية، أما الاعتماد فهو عملية تقييم خارجي، يعني مو احنا نقيم أنفسنا وإنما جهة خارجية هي تقيمنا وتقدر تعطينا يعني إجازة أو تعطينا ليسنس على شغلنا بالمؤسسة التعليمية. ما هي أهم المنظمات الدولية التي تمنح الاعتماد الأكاديمي تحديداً إلى كليات التربية؟ هناك كل قطاعات لها منظمات اعتماد، يعني مثلاً كليات الهندسة أشهر منظمة هي منظمة الإبت، أما إحنا في كلية التربية أو كليات التربية لدينا بعض المنظمات الدولية التي تمنح الاعتماد الأكاديمي. من أشهر هذه المنظمات هي منظمة الحقيقة في الولايات المتحدة، هذه المنظمة هي المجلس الوطني لاعتماد برامج إعداد المدرسين، واللي تختصر بالـ NCATE أو ما يعرف بالـ NCATE. منظمة الـ NCATE هي أشهر منظمة دولية تمنح الاعتماد الأكاديمي، تأسست في 1954 في الولايات المتحدة وبدأت تمنح الاعتماد إلى كليات معينة في الولايات المتحدة للحصول على التمويل الحكومي، يعني أنت حتى تحصل على تمويل حكومي من الحكومة الفيدرالية الأمريكية عليك أن تحصل لايسنس من هذه المنظمة، وبالتالي تسابقت معظم كليات التربية في الولايات المتحدة للحصول على شهادة الـ NCATE، ومن ثم بدأت دول أخرى تطمح إلى الحصول على الشهادة من هذه المنظمة. طبعاً المنظمة لديها موقع ويب سايت وهذه المعايير مالتها، يعني البروفيشنال ستاندردز معايير هذه المنظمة، والمعايير هناك قسمين بها، أكو قسم عام يتعلق بأداء الكلية بشكل عام، أداء كلية التربية، وهناك معايير محددة لكل قسم علمي ولكل تخصص، وهي لا تختص فقط بكليات التربية بل تشمل أيضا كليات التربية الأساسية أو كليات المعلمين. هناك منظمة أخرى اللي هي مجلس اعتماد برامج إعداد المدرسين، وهذا تأسس بال 99 بالولايات المتحدة ويختصروه بال TEAC. هذه المنظمة لا تعتمد على برامج الكلية وإنما تعتمد على الخريجين الذي يتخرج من الكلية حينما يريد أن يتعين أو يحصل على فرصة عمل في الولايات المتحدة عليه أن يحصل على شهادة من هذه المنظمة، وهذه تعد تطور نوعي بالحصول على اعتماد للخريج وليس اعتماد الكلية نفسها. ما هي أنواع الاعتماد الأكاديمي؟ هناك نوعان شهيران، النوع الأول الاعتماد المؤسسي والنوع الثاني البرنامجي أو التخصصي. في النوع الأول من الممكن أن الكلية تحصل بجميع البرامج مالتها في جميع أقسامها العلمية على الاعتماد، وهذا حقيقة يعد أمر صعب، يعني مو بسهولة أن تحصل كل الكلية بأقسامها على الاعتماد. النوع الثاني الاعتماد البرنامجي التخصصي، من الممكن أن يحصل عليه قسم علمي من أقسام الكلية، وأعتقد هذا الموضوع مو صعب، يعني عندنا بعض الأقسام قد تكون نوعية بأداء عملها، يعني مثل قسم اللغة الإنجليزية، قسم الحاسبات، قسم علوم القرآن، قسم التربية الفنية، من الممكن هو القسم يحصل على معايير والإجازة ببرنامج الأكاديمي. ما هي مراحل الحصول على الاعتمادية؟ إذا ما أراد قسم معين أن يحصل على الاعتماد البرنامجي مثلاً، كيف نحصل؟ أول خطوة علينا أن نعد تقرير التقييم الذاتي، وإحنا بالجودة اشتغلنا كثيراً على تقارير التقييم الذاتي اللي هو المؤسسة هي تقيم نفسها، وأول ما اشتغلنا إحنا في جامعة الكوفة كان التقرير يعد من قبل الكلية جميعاً، الآن اتطورنا صار القسم نفسه، القسم العلمي نفسه هو يعد تقرير تقييم ذاتي ومن ثم تجمع ويكون التقرير الشامل. فالكلية أول خطوة تعيد التقرير التقييم الذاتي، ثم هناك تقييم تعاوني وهذه الخطوة الثانية. التقييم التعاوني إما أن تتولى رئاسة الجامعة ممثلة مثلا بقسم الجودة والأداء أن يقيم تقرير التقييم الذاتي ويطوره، أو
تتولى كلية أخرى مناظرة، يعني مثلاً إحنا إذا شغلنا على التقييم الذاتي ممكن كلية التربية البنات تقيمنا تقييم تعاوني وشوف مدى صحة المعلومات اللي أوردناها بالتقرير. وطبعاً التقرير عادة تكون بأربع جوانب، يضمن تحليل سوات اللي هو الإيجابيات أو نقاط القوة ونقاط الضعف والتحديات والفرص. ما هي التحديات ممكن أن تتطور أو تواجهها الكلية، وما هي الفرص اللي ممكن أن تسعى عليها. الخطوة الثالثة هي الزيارة الميدانية، راح تقوم منظمة يعني مثل الأنكيت بالتواصل وياها واستضافتها لزيارة ميدانية للاطلاع على الكلية وبرنامجها. ثم تأتي مرحلة التحكيم. في مرحلة التحكيم اللجنة اللي قد قدمت من المنظمة الدولية راح تعد التقرير، وراح تكون هناك يعني ثلاث فرص أو ثلاث قرارات ممكن أن تصدر عن التقرير، إما أن يرفض الاعتماد أو ممكن يقبل من دون شروط أو ممكن يقبل بشروط. بعد ذلك راح يعطى القرار النهائي، والقرار النهائي لا يعني أنه لما المنظمة تعطيك الاعتمادية معناته أنت أوكي، لا، تعطيك إجازة لمدة محددة. عادة الأنكيت تعطي إجازة لمدة 5 سنوات، أنه ممكن بعد 5 سنوات أيضاً تزورك وشوفك أنه أنت مستمر في عملية التقييم الموضوعي ونطور أدائك، لو لربما قد تكون تراجعت. ما هي أهم المعايير لمنظمة الأنكيت؟ أولاً تهتم بالتعرف على أهم المهارات والمعارف والمعلومات والمناهج اللي يدرسوها الطلبة، نظام التقييم والتقويم، شلون تتم عملية الاختبارات، هل هي متنوعة، هل الاختبارات تراعي المعايير الصحيحة في وضعها، التربية العملية، عملية التطبيق طلبة كلية التربية في المدارس الثانوية هل هي بالشكل الصحيح. بعض المنظمات تدعو إلى أن يكون التطبيق لمدة عام دراسي، احنا للأسف في معظم يعني نظامنا التعليمي عادة يكون التطبيق هو في السنة الدراسية الأخيرة، وعادة يكون لمدة 45 يوما فقط. التنوع، هل الكلية تقبل طلبة من يعني من محافظة معينة من بيئة معينة لو هي متنوعة؟ عادة الأنكيت تشترط أن يكون الطلبة المقبولين في كلية التربية من متنوعين، وإحنا قبل 3 سنوات واجهتنا مشكلة في كليات التربية نتيجة التقشف، نتيجة يعني الظروف بالدولة أنه فرضت علينا أن تقبل فقط طلبة المحافظة، وهذا حقيقة يعني ما يتفق مع اتجاه المنظمات الدولية إلى أن يكون طلبة الكلية هم متنوعين. تعرفون حضراتكم الجامعة هي منطقة ثقافات، فحينما يكون طلبة الكلية من محافظة معينة حقيقة هذا يضعف من يعني التنوع الموجود في طلبة الكلية. تهيئة أعضاء هيئة التدريس، هل هم مؤهلين، هل يتطورون، إدارة الكلية والموارد والبنى التحتية والخدمات من مختبرات وحدائق ونوادي وغيرها ممكن تقدمها الكلية إلى الطلبة. ما هي التجارب الدولية في الاعتماد الأكاديمي؟ طبعاً أول تجربة هي تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعاً كليات التربية تعد من الكليات المرموقة بحيث أن المدرس الأمريكي يعتبر من المدرسين المتميزين على مستوى العالم. المملكة المتحدة عندها تجربة اللي هي منظمة TDAS واللي تشتغل مو على كليات التربية، تشتغل على المدارس البريطانية. عادة المدرسة البريطانية أو أيضاً اللي ترغب بالحصول على التمويل من الحكومة البريطانية يحتاج أن تكون عندها لايسنس من هذه المنظمة، باعتبار أيضاً تعتبر هذه المدرسة معتمدة. في نيوزيلندا أيضاً تتولى مؤسسة اللي هي NZQA منح الاعتماد للمعاهد والكليات التربوية. في كندا تقوم مؤسسة اعتماد المعلمين اللي بدأت بال 96 لضمان مستوى الأداء، وكذلك في هونغ كونغ أيضاً مؤسسة. الآن راح ننتقل إلى الدول العربية، راح نعطيكم فكرة عن تجارب الدول العربية في الاعتماد الأكاديمي. أول تجربة هي تجربة مصر. طبعاً تعرفون حضراتكم أن الجامعات المصرية هي أقدم الجامعات على مستوى البلدان العربية وحتى أقدم من الجامعات العراقية. في عام 2002 تم تطبيق مشروع المعايير القومية للتعليم في مصر، وهذا تجربة جيدة حقيقة، لكن المشكلة مالته كان عملية التقييم هي عملية داخلية، يعني مو جهات خارجية. وأعتقد أن التجربة المصرية لو لاقت دعم مالي من الحكومة المصرية كان ممكن أيضاً تحصل بعض الجامعات أو بعض كليات التربية المصرية على اعتمادية دولية. عندنا تجربة المملكة العربية السعودية، وتعرفون حضراتكم الآن بعض الجامعات السعودية أصبحت يعني جامعات
عالمية تدخل تصانيف شهيرة يعني مثل جامعة الملك سعود، جامعة الملك فيصل، جامعة الملك فهد وغيرها. في 2012 بدأت واحدة من كليات التربية للبنات في جامعة الملك سعود محاولة الحصول على اعتمادية الأنكيت، لكن بعد زيارة اللجنة لها ما وجدت اللجنة الأنكيت أن الكلية بالمواصفات ولم تحصل على الإجازة. راح ننتقل إلى تجربة دولة الكويت. طبعاً دولة الكويت أيضاً تعرفون ما عندها جامعات كثيرة، يعني مجرد جامعة الكويت أو جامعة أخرى. اهتمت بإنشاء جهاز وطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في 2010، لكن للأسف هذا الجهاز الوطني للاعتماد كان دوره مجرد يشيك الشهادات اللي يحصلون عليها الكويتيين من خارج الكويت أن هل هي معتمدة أم غير معتمدة، يعني أشبه أن يكون دورها دور مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي. فما طورت كثيراً في تطوير برامج الاعتماد الأكاديمي لكليات التربية أو كلية التربية في دولة الكويت. نجي إلى تجربة دولة الإمارات. حقيقة تجربة دولة الإمارات تجربة فريدة من نوعها، نتيجة الدعم الكبير اللي منح من قبل حكومة دولة الإمارات. استطاعت كلية التربية في جامعة الإمارات بعد أن بدت الاتصال بمنظمة الأنكيت، وتحديداً في عام 1998، يعني أيام الحصار اللي احنا كنا نعاني في كليات التربية من الحصار، في 98 كلية التربية جامعة الإمارات استطاعت أن تتواصل مع منظمة الأنكيت وحصلت على الاعتمادية في 2005 وجددت إجازتها في 2010 و2015، والآن هي تسعى إلى أن تستمر في عام 2020 في يعني التواصل وتكون مجازة من قبل منظمة الأنكيت. والغريب أنها يعني غيرت مناهجها كلها وفق ما تريد الأنكيت، وهذه خطوة جداً جبارة. والآن البعض يرى بأن بعض خريجين كلية التربية جامعة الإمارات يعتبرون من المرموقين جدا. تجربة دولة قطر. قطر باعتبار أنه لاحظة جامعة الإمارات قفزت هاي القفزة أيضا كلية التربية في عام تقريبا 2010 بدأت تتجه إلى الحصول على الأنكيت أو شهادة الأنكيت أو الاعتمادية من منظمة الأنكيت، وحصلت عليها في عام 2016، والآن تستعد أن تحصل على إجازة مستمرة في عام 2021. الآن نجي إلى تجربة كليات التربية إحنا الواقع مالتنا. طبعاً بلا شك أنه أنا قلت بعد السقوط بدأت تتجه كليات الجامعة عموماً إلى تطبيق معايير ضمان الجودة أو ما يعرف بالكواليتي أشيورنس، لكن للأسف بقينا لازمنا إحنا يعني ما نقارن نفسنا بالآخرين أو نشوف منظمات أخرى تقيم عملنا، رغم أنه قد يكون الخريج مالتنا بمستوى جيد هو، لكن إحنا بصراحة طموحنا أن يكون هو أفضل. في شهر آيار 2015 تحديداً تم تشكيل مجلس ضمان الجودة والاعتمادية لكليات التربية بأمر وزاري، واللي كان الرئيس مالته يعني رئيس لجنة عمداء كليات التربية السيد عميد كلية التربية من الهيثم الدكتور خالد فهد الجبوري. لكن للأسف هذه اللجنة أنا باعتقادي كانت شكلية، ما أدت دورها في شلون نوصل إلى الاعتماد وشلون نحقق معايير محددة إلى ضمان الجودة خاصة فقط في كليات التربية. عندنا تجربة العام الماضي صارت اللي هي التصنيف الوطني واللي تناسب فيه جامعات العراقية جميعها. احنا ككلية التربية مثلا دخلنا بالتصنيف، لكن نفس التصنيف الوطني ما اعطانا تصنيف كليات التربية وليس تصنيف الجامعات، يعني مثلا جامعة الكوفة هاي مرتبتها، جامعة بغداد هاي مرتبتها، لكن كليات التربية احنا الان عندنا 34 كلية تربية، اخر كلية تربية تأسست بالقرن في جامعة البصرة. زين، بس التصنيف الوطني ما وضح لنا على الاقل يعني ايش قد المستويات في هذه الكليات، رغم ان احنا كليتنا كلية التربية حصلنا على مكانة جدا ممتازة. ما مدى امكانية حصول كليات التربية على الاعتمادية الاكاديمية وفق المعايير الانكيت؟ انا وزميلي اللي وياي السيد مدير مركز تطوير التدريس الاخ العزيز الدكتور عبد الرزاق الجنابي قمنا بدراسه قبل سنتين وطبقناها على مجتمع كبير من جامعه الكوفه وجامعه القادسيه. اخذنا المعايير مال الانكيت وترجمناها الى مؤشرات، يعني هل هي متحققه ام غير متحققه، واذا كانت متحققه هل هي بدرجه يعني عاليه جدا او متوسطه او ضعيفه.
فحصلنا على نتائج انا احب اعرضها حتى اختم المحاضره مالتي. طبعا اول شيء عدينا اداه بحث معيار للمعايير الانكيت، ترجمنا المعايير، استخرجنا الصدق الظاهري للمقياس والخصائص السيكومتريه وثبات المقياس. كانت الفقره الواحده لها اربعه بدائل، الدرجه الكليه للمقياس ممكن يحصل عليها 168 والدرجه القليله تكون حتى تصل الى صفر. اهم النتائج بحسب وجهه نظر اعضاء هيئه التدريس في جامعه الكوفه كليه التربيه، اخذنا طبعا كليتنا وكليه تربيه البنات واخذنا كليه التربيه جامعه القادسيه، ان اراء اعضاء هيئه التدريس ان كليات التربيه تبتعد كثيرا عن تحقيق معايير الاعتماد الاكاديمي وفق مواصفات الانكيت، وللاسف يعني هاي النتيجه هي نتيجه سلبيه. لم يحقق اي مجال من المجالات الرئيسه للمقياس اجماعا لدى الاساتذه. لم تتحقق سوى 33 فقره من اصل 56 فقره، وكانت المستويات بسيطه، يعني احنا بما انه جوده نريد فد ليفل معين، لكن للاسف كان المستوى ضعيف جدا. مجال التقويم الاختبارات قد يعني جدا مهمه، للاسف كان هذا المجال بحسب اراء الاساتذه كان ضعيفا. والان احنا عندنا خطوات مثلا في كليه التربيه البنات وكليتنا ان دائما نسوي لجنه لمراجعه الاسئله الامتحانيه والاختبارات مالتنا، وان شاء الله نحاول نطورها حتى نتلافى هذا الخلل الموجود. ما هي اهم التوصيات؟ ضروره مراجعه برامج كليات التربيه واعاده صياغه اهدافها حتى ممكن قد بالمستقبل نحقق معايير الاعتماد وممكن نحصل على اجازه الانكيت. وارجع واقول على الاقل قسم من اقسام الكليه وليس كل الاقسام، لانه قلت الحصول على الاعتماد المؤسسي قد يكون قضية صعبة، لكن على الأقل قسم من الأقسام. ضرورة توافر احتياجات كليات التربية من كوادر بشرية كفوءة، موارد مادية وبنية تحتية. حقيقة احنا نغتنم الفرصة لنشكر السيد رئيس الجامعة على اهتمامه بالكلية، يعني خصوصا بالآونة الأخيرة، يعني استطعنا الآن الحصول على مختبر صوت نموذجي راح يفتح أبواب إن شاء الله لقسم اللغة الإنجليزية إن شاء الله بالفصل الدراسي الثاني. إعادة النظر للمناهج الدراسية الحالية، تطويرها، تحسينها، الاعتماد على فرق العمل في إنجاز الأعمال، وأيضا ضرورة أن نتوجه نحو الحصول على شهادات اعتمادية أكاديمية. يعني إحنا إذا ما نقدر نحصل على شهادة الأنكيت باعتبار أنه تحتاج يعني أموال واتصال بالمنظمة الدولية واستضافتها، على الأقل نشكل فد يعني لجنة وزارية تكون هي تراعي أن يكون اعتمادية أكاديمية وطنية لكليات التربية وليس التصنيف الوطني، يعني خلي يكون يعني يتفرع من التصنيف الوطني انه لجنة اعتماد اكاديمي لتصنيف وطني الى كليات التربية. ومن الممكن انه الكلية اللي تحقق مثلا المراتب الاولى او يعني اول خمس كليات ممكن ان تنال فالاهتمام اكثر من وزارة التعليم العالي. التواصل مع المنظمات والهيئات العالمية للاعتماد. واخر توصية انا اوصي بها انه ايفاد قيادات كليات التربيه الى كليات التربيه في بعض الدول العربيه وعلى الاقل الى دوله الامارات حتى نشوف تجربتهم في حصولهم على الانكيت. انا اشكركم شكرا جزيلا واشكر يعني مره اخرى قدومكم لمشاركتنا هذا الاحتفال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.